رجعنا لحضراتكم، اتمنى بس ما تكونوش سبتونا ورحتوا اي مكان. فقرتنا الجايه ان شاء الله مع الاستاذ الدكتور رجاء يوسف، مدرس السمع والاتزان، كليه الطب جامعه بني سويف، دكتوراه في السمع والاتزان وزراعه القوقعه. هنتكلم عن ضعف السمع عند الاطفال، هنتكلم عن جراحه زراعه القوقعه وما يدور في اذهاننا عن السمع. بنستقبل مكالماتكم وتليفوناتكم على الهواء مباشره مع قامة كبيرة في السمعيات والاتزان وزراعة القوقعة الدكتور رجاء يوسف. كمان اللي ما يقدرش يتصل بينا يخش على صفحة البرنامج في الفيسبوك، برنامج مدير المستشفى. أتمنى تعرضوا لنا الصفحة من فضلكم عشان بس السادة المشاهدين يبعتوا لنا عليها وإحنا بنرد عليهم برضو وإحنا على الهواء. منور الدنيا دكتور رجاء بيه، الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلم حضرتك ومرحب بيك وبالسادة المشاهدين. ربنا يخليك. المشوار من بني سويف ولا كانت الأمور كويسة؟ يعني الدنيا كويسة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دكتور رجاء، احنا النهاردة عايزين نتكلم في ضعف السمع عند الأطفال وجراحة زراعة القوقعة. حضرتك قامة كبيرة في هذا المجال. كلمنا يا دكتور رجاء من فضلك عن السمع في أطفالنا وضعف السمع في أطفالنا، كيف يحدث ضعف السمع وما هي الاعراض وما هي السيمتومز اللي بنشوفها عند اطفالنا عشان نقول ده ضعف السمع قبل ما نتطرق الى الجراحه. احنا اتكلمنا طبعا الحلقه اللي فاتت على ضعف السمع عند الاطفال، وقلنا ان في بعض الاسباب بتكون مكتسبه وبعض الاسباب بتكون بتكون يعني عيوب خلقيه او كده، او بتكون اسباب وراثيه. تمام. بغض النظر طبعا عن سببه، سواء كان هو برينيتال قبل الولادة يعني أثناء أو أثناء أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة. تمام. بنبدأ نشخص الحالة. أيوة فين معايا حضرتك؟ اتفضل. نبدأ نشخص الحالة، لو حصل تأخر في أو في مشكلة في السمع بيبدأ النمو اللغوي عند الطفل نفسه يتأثر. بيتأثر. ان الام مثلا بتلاحظ ان الطفل لو حصل صوت جنبه عالي ما يبداش ما يسمعوش، او يبدا نفس الكلام بنقول البابلينج، ويبدا يتعرف على صوت الام ويبدا يقول بعض الاصوات او يلاعب نفسه ببعض الاصوات اللي هي في الاطفال ما بتحصلش دي. وبيكون في بعض الاحيان ان احنا عندنا سبب معلوم بيخلي الاسره مثلا تنتبه لان في مشكله عندنا في العصب السمعي او في مشكله في السمع عموما. تمام. نبدا نتوجه طبعا لدكتور السمع ونبدا من سن كام يا دكتور رجائي بيه نقدر نحس ان طفلنا ما بيسمعش او نتنبه للقصه دي امتى؟ في ناس تقول لك 6 شهور، في ناس تقول لك 3 اشهر، في ناس تقول لك بعد سنتين. اختلفت المعايير، ولكن حضرتك بصفه حضرتك خبير في هذا المجال، قول لنا امتى الام تقلق من عدم السمع لابنها او بنتها. هو ممكن بتبقى بدري عن كده، يعني مثلا 3 4 شهور ممكن الام تلاحظ ده، ان هو ممكن على سن 3 4 شهور اللي يبدا الطفل نفسه بيبقى فاميليار مع صوت الام، يعني يبدا صوت الام بالنسبه له لو هو مثلا بيعيط او هو مضطرب او كده، لو سمع صوت الام بيهدى، بيبدا تفاعل الام نفسها مع الطفل ما بيحصلش. فممكن ساعات تبدا من بدري، مش لازم تستنى ل6 شهور ومش لازم تستنى ل8 شهور او اكتر، لان ممكن تلاحظه من بدري. وممكن بيجي لنا بعض الاطفال سن 20 يوم وسن اكتر من كده، بس الاهل طبعا بيبقوا قلقانين ان في مثلا بعض الافراد في العيله عنده ضعف سمع، او بعض الافراد في العيله كان لابس سماعه او عمل عمليه زراعه قوقعه، فهم بيخافوا على طفلهم طبعا وبييجوا يعملوا التقييم بدري. فده يعني سرعه التشخيص او البدء مبكرا في التشخيص بيسهل لنا طبعا العلاج بالطريقه الصحيحه. يعني دكتور رجائي، ازاي نقدر نفسر بين الطفل ده محتاج سماعه لضعف السمع ولا محتاج زراعه قوقعه؟ احيانا طبعا الـ الام مع فرط اهتمامها وقلقها على اولادها بتفكر في جراحه زراعه القوقعه، واحنا ممكن يكون الطفل يستجيب لعلاج قبل كده بشويه. حضرتك يعني فصل لي القصه دي للساده المشاهدين وقول لنا امتى نفكر في ده وامتى نفكر في ده. اول ما بنعمل تشخيص صحيح للطفل على حسب درجه ضعف السمع بنبدا في توصيف السماعه ونبدا نعمل لها برمجه على درجه ضعف السمع. بنستخدم السماعات دي لمده 3 شهور في حاله ضعف السمع الشديد او ضعف السمع الشديد الى العميق اللي هو السيفير تو بروفاوند هيرنج لوس.
في بعض طبعا درجات ضعف السمع اللي هي الاقل، مثلا متوسط او بسيط او كده، بتبقى الدنيا بنستنى اكتر من كده شويه على الطفل. لا، في درجات ضعف السمع الشديد العميق الطفل بيبقى يلبس سماعات لمده 3 شهور، وبنعمل نقيم للطفل كل شهر، بنشوف النمو السمعي، النمو اللغوي، بدأ يقول الكلام ولا لا، بالتعاون طبعا مع دكتور التخاطب ومع تمام. الاسره في البيت. لو حصل فشل ان هو الطفل يكتسب لغه او بدأ يعمل مانث تو مانث بروجريس، نبدأ نحوله او نبدأ نفكر ان احنا نغير المسار لزراعه القوقعه. يعني حضرتك النصيحة إن يبدأ عند ضعف السمع الشديد إلى العميق، وده طبعا تشخيص بيبقى جاي من حضراتكم، نبدأ بلبس السماعة الخارجية لمدة 3 شهور على الأقل في الودنين، في الناحيتين. في الناحيتين، وفي خلال ال3 أشهر دول متابعة، نقول إذا تحسن يبقى خلاص زراعة القوقعة بلاش منها، وهنخش هنكمل على السماعات، على السماعات نكمل ويعيش عليه بالسماعات. ويعيش بيها لحين وصلنا لمرحلة تانية أو لطريقة تانية من العلاج. بالمرض كده كده بيتابع كل 6 شهور، بيعمل تقييم سمعي تاني، وبنعمل برمجة للسماعات تاني بناء على النتائج الجديدة. تمام. وفي نفس الوقت يعني عملية زراعة القوقعة أو عملية السماعات الموضوع ما انتهاش عندها، لأن لازم الأم تعرف، خصوصا لأن هي الكير جيفر تمام. للبيشنت أو للتشايلد ده، إنها بدأت مرحلة لازم تهتم فيها، وهي دورها معاه في البيت، دورها مع دكتور التخاطب، لازم الاهتمام. لو لبست الطفل سماعة أو عملت له زراعة قوقعة وما اهتمتش بيه، كأني ما عملتش أي حاجة. ده يجرنا للسؤال يا دكتور رجائي، ما هو العمر الأنسب والأفضل لإجراء جراحة زراعة القوقعة؟ هل 3 أشهر؟ هل 6 شهور؟ هل سنتين؟ هل 5 سنين؟ بسمع ناس عنده 15 سنة وعايز يزرع قوقعة، وبعض السادة الأطباء بيقولوا لا هتنجح عندك. فيدنا حضرتك بمعلوماتك وبخبراتك، السن المناسب لزراعة القوقعة؟ هي الـ FDA approval، FDA approval قالت منظمة في الصحة سنة، منظمة العالمية، الصحة العالمية قالت إن إحنا في سنة 1990 إن أنا ممكن أزرع الطفل عند سن سنتين. سنتين. في سنة 98 بقى فيه تطور في التشخيص وتطور في التكنولوجي بتاعت الـ CI والجراحات، بقى عندنا سن 18 شهر اللي هو سنة ونص. في سنة 2002 او 2001 تقريبا بقى السن ممكن ازرع عند سن 12 شهر اللي هو سن سنه. ده بالنسبه للاطفال اللي هم بنسميهم بري لينجوال هيرنج لوس، يعني الطفل ما سمعش قبل كده. الطفل بتاعي سمع مثلا وحصل له بعد ما سمع بعد سنه، بعد 2، بعد ضرر، 10، بعد اكتر، الطفل حصل له هيرنج لوس، او بقى ضرر، الدرج بقى ضعف بسيط، متوسط، شديد، شديد، عميق. للعيان فقد السمع خالص. تمام. ممكن عند سن 60 سنة أعمل له زراعة قوقعة، مفيش ما يمنع. مفيش مشكلة. تمام. بس الطفل البريلينجوال ده اللي هو ما ما سمعش تكلمش. قبل كده أو ما تمام. اتكلمش، تمام. لو أنا عند سن 10 سنين، بعد سن 5 6 سنين، لا في مشكلة، إن أنا عندي حاجة اسمها برين بلاستيستي اللي هي مرونة المخ، يعني تمام. لأماكن لمناطق السمع، لمستقبلات السمع. تمام. لمستقبلات السمع لحد 3 سنين ونص. لو موجود. الطفل ده ما سمعش قبل كده وما اتكلمش، موجودة، وممكن أوصل للنتائج اللي بيوصل لها الطفل الطبيعي في السمع وفي الكلام عند لو أنا زرعت قبل 3 سنين ونص. تمام. يعني حضرتك بتفسر لنا القصة دي، الطفل اللي ما سمعش خالص ممكن لغاية 3 سنين ونص 4 سنين أقدر أزرع له القوقعة، بعد كده مش هتبقى فيه فايدة كبيرة، هتبقى فيه فايدة بس أقل. أقل. لكن الشخص اللي هو كان بيسمع وفقد السمع في أي وقت من في أي عمره وقت من أقدر عمره أزرع له قوقعة في أي وقت من عمره. بالظبط. تمام. إيه هي بقى قصة القوقعة؟ أنا عايز برضو السادة المشاهدين يفهموا يعني إيه زراعة قوقعة. وفي عندنا يا أستاذ رامي، يا محمد سيد، من فضلكم في أفلام جايبها الدكتور رجائي عن زراعة القوقعة، من فضلكم حطوها لنا للسادة المشاهدين بس، لأن التليفونات بتجيلي كتير، عايزين الأول نفهمهم إيه زراعة القوقعة أو نشرح لهم مع الدكتور رجائي، ثم نستقبل التليفونات. ممكن؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. حضرتك إيه هي سألت القوقعة؟ القوقعة، القوقعة دي عبارة عن جهاز إلكتروني ليه جزء خارجي وليه جزء داخلي. يعني جزء داخلي بيتزرع جوه قوقعة الأذن اللي هي الكوكليا يعني، وجزء خارجي بنلبسه بتتلب، يعني الطفل بيرتديه خلف الأذن زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. لو احنا بنجهز طبعا الطفل للعملية، بنشيل طبعا، بنحلق الشعر اللي حوالين الودن كلها، بنعمل طبعا اللي هي البوست ريكولر انسيشن ده اللي بيحصل ورا خلف الأذن، يعني بنبدأ ندخل
في طريقين ممكن نشتغل بيهم، اللي هو الطريق ان انا ادخل عن طريق الراوند ويندو اللي هو تمام فتحه في القوقعه، او اعمل حاجه اسمها كوكليوستومي ان انا اعمل فتحه في القوقعه. بس طبعا كتير بيفضل ان انا اشتغل عن طريق الراوند ويندو، لان هو بيبقى اقل في التروما يعني، او اقل في ان انا ممكن اعمل مضاعفات على القوقعه يعني نفسها من ده داخل الأذن الوسطى داخل الاذن الداخليه. الداخلية. تمام القوقعه في الاذن الداخليه. تمام يعني بخش على الراوند ويندو مباشرة مباشرة، ما بيجيش ناحية الأذن الوسطى. تمام لا باباي باص الأذن الوسطى يعني، أنا تمام. بدخل على تمام. الأذن الداخلية على طول تمام عن طريق القوقعة، بعمل فتحة في القوقعة، أو بنعمل بندخل عن طريق الراوند ويندو. الراوند ده بدايته في الأذن الوسطى وهو مدخل الأذن الداخلية. تمام بنحط الإلكترود بيدخل تمام. في القوقعة نفسها. تمام وده جهاز خارجي. وفي جهاز خارجي طبعا اللي هو الطفل بيرتديه خلف الاذن اللي هو تمام بنسميه ساوند بروسيسور، تمام وفيها بيكون برضو الكويل والكيبل يعني. تمام ده اثناء العمليه الجراحيه نفسها ده ممكن بقيس طبعا بعد ما انا بطمن طبعا ان انا الجراح حط قبل ما اقفل. حط الالكترود جوه القوقعه، قبل ما اقفل بتاكد ان الالكترود ده شغال جوه ان هو جوه القوقعه نفسها وشغال، وفي ريسبونس يعني من من النهايات العصبيه اللي موجوده في القوقعه نفسها. بقدر اعمل اللي هو حاجه اسمها الكتريكال اي بي ار ممكن، او اعمل تمام ال ان ار اي او ان ار تي او كده على حسب الشركه تمام نفسها، كل شركه مسمياه تمام باسم معين. تمام ده الجهاز الداخلي اللي هو اللي بنحطه تحت الجلد بعد ما حطينا الجزء اللي هو جوه القوقعه. بيبقى فيه جزء داخلي تحت الجلد. تمام ده ده اللي هو الكويل. ده اللي هو الاري او الالكترود اري اللي هو بيدخل جوه القوقعه نفسها. ده اللي هو الجزء الخارجي بقى اللي هو الكويل اللي بيبقى تمام خارج بره على بره الجلد يعني، تمام وكونكتد عن طريق الكيبل للبروسيسور ساوند بروسيسور اللي هو تمام بياخد الصوت، في ميكروفون بياخد الصوت ويحلله ويبعته بعد كده الجزء الداخلي. وده شكل السماعه. ده الشكل المعتاد للسماعه. تمام بس في حاجات جديده بقى لسه نازله جديده، او لسه يعني في الايام الاخيره او الفترات الاخيره، ان احنا عندنا ممكن يبقى الجزء الخارجي ده حاجه صغيره جدا. ايوه بعض الشركات طبعا طلعتها باختلاف طبعا البراندات بتاعتها، ان هو ممكن بيكون جزء صغير جدا بنستغنى عن الساوند بروسيسور بالشكل الكبير ده. بس طبعا كل طفل او كل مريض بيختار الشكل المناسب ليه. لكن يا دكتور رجائي، اللي مركب جهاز كوكرا امبلانت او قوقعه الاذن، هل اقدر اعمل له ام ار اي او تصوير مغناطيسي لو احتجت ده في اي وقت من الاوقات؟ ولا هذا الجزء المعدني هيبقى فيه صعوبه في ان انا اعمل له ده؟ هو في طبعا بعض الريستريكشنز يعني بعض ال يعني ان انا لازم اهتم في المجال المغناطيسي لما يكون عندي ماجنتيك فيلد، عشان كل الميتال بيسز بتاعت الجهاز القوقعه ده ممكن تتاثر بالماجنتيك فيلد. معظم الشركات دلوقتي بتبقى عندها لحد 1.5 تسلا في جهاز الام ار اي، ان انا ممكن اعمل كومبليتلي سيف، بس بحط بس هيت باند حوالين الهيد يعني عشان ما يحصلش اللي هو الماجنت مثلا ديتاتشمنت او ماجنت موفمنت ديسبليسمنت او كده يتحرك من مكانه او يحصل فيه مشكله. في بعض الشركات مؤخرا ممكن بتقول ان احنا ممكن نعمل لحد 3 تسلا، ان انا ممكن اعمل الام ار اي وجهاز القوقعه موجود في مكانه وكومبليتلي سيف، بس بشيل الجزء الخارجي واشتغل بالهيت باند برضه. طب دكتور رجائي، لو الطفل ده مع امه او شخص كبير ومعامل زراعه القوقعه وهيعدي في فندق، هيعدي في مطار، في جهاز الاكس راي اللي هو بيصفر عند المعادن، هل ده مؤذي للجهاز نفسه ولا ملوش تاثير عليه؟ هو في اقاويل اتقالت في النقطه دي، ان في بعض الناس قالت لا ده هو ممكن يتاثر، بس في الغالب في المطارات دي ما فيهاش ماجنتيك فيلد يعني ممكن يعدي عادي، بس خلينا برضو في الامان ان الطفل ما يعديش. هما كده كده اصلا معظم الاطفال حتى العاديين من غير زراعه قوقعه بيعدي من خارج الجهاز اللي هو في الاكس راي او في الاشعه. يعني ده مفيد ان الاهل يبقوا عارفين، ان اجهزه الانذار في المطارات، في يفضل محطات السكة الحديد، في الفنادق، الطفل يتشال بعيد عن هذا الجهاز، لان التاثير المغناطيسي لهذه الاجهزه ممكن ياثر على البروسيس نفسها اللي متركبه في القوقعه الاذن. طيب دكتور، انا برضو عايز اسالك بصفتك خبير واجريت هذه العمليات مئات المرات، نتائج العمليه بعدها
شكاها ايه؟ يعني نسبه النجاح كام في الميه؟ واحيانا بيحصل مضاعفات وفشل للعمليه، ايه اسباب ده؟ هو اسبابها او نجاحها بعد العمليه بتوقف على احنا الشغل اللي عملناه قبل العمليه. تمام، تحضير يعني المريض. تحضير المريض. تمام. ان انا بختار المريض حاجه اسمها السي اي كانديدسي، يعني بختار المريض بمواصفات معينه عشان ما عنديش مثلا بعمل سي تي وبعمل ام ار اي وبعمل ايديولوجيكال اسيسمنت، يعني بعمل اشعاعات وبعمل تقييم سمعي وبعمل تقييم نفسي وبعمل تقييم اتزان وبعمل تقييم لغه. تمام. بحيث اختار المريض، ومن ضمن الحاجات اللي انا بعملها بعمل كونسلنج، يعني بعمل اعداد للاسره ان الطفل ابنهم ده هيبدا يعمل زي القوقعه، ايه الخطوات اللي هنمشي فيها؟ حاجه اسمها الريل اكسبكتيشنز، يعني التوقعات الحقيقيه لزراعه القوقعه. تمام. عشان الاسره، في بعض الاسر بتجي لنا يا دكتور انا خلاص زرعت القوقعه، كده طفل هيسمع وهيتكلم بدون ما اعمل اي حاجه تانية. لا، لازم يعرف ان في مرحله من الريهابيليتيشن بتحصل بعد زراعه القوقعه، ومنها اللي هو بعد اسبوعين او 3 اسابيع، كنا زمان بنعمل شهر، دلوقتي اسبوعين او 3 مجرد الجرح يلتئم ببدا اعمل برمجه جهاز القوقعه. تمام. مع دكتور استشاري السمع والاتزان. تمام. بنبدا في نفس الوقت بعد ما المريض يبدا البرمجه بنبدا نتوجه لدكتور التخاطب. تمام. نبدا معاه الجلسات بحيث المريض بياخد بيمر على دكتور السمع والاتزان كل شهر بعد زراعه القوقعه، وبعد كده ممكن بنخلي الفترات دي اطول شويه بعد ما المريض يوصل لمستوى طبيعي او شبه طبيعي في السمع في حدود مثلا 30 ديسيبل او 20 ديسيبل اللي هو الهيرنج ثريشولد في الايدد يعني بجهاز القوقعه. تمام. ويبدا دكتور التخاطب يقول لنا ان انا عندي في استقبال للصوت بشكل كويس وبشكل مفسر على كل الترددات اللي هم اللو فريكونسي الهاي فريكونسي الميد فريكونسي. ببدا ساعتها ابعد للمريض، ابعد له فترات المتابعه كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه. في واجب على عاتق دكتور السمعيات، وفي واجب على التخاطب، وفي واجب على الاسره نفسها في 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 في, في الريهابيليتيشن، ان المريض يتكلم ويسمع. وبعد كده ممكن عند سن 5 6 سنين المريض بيبدا يندمج مع الاطفال الطبيعيين في المدارس. لكن قصة ان انا زرعت القوقعة والطفل يسمع بعد عملية الجراحية وزرع القوقعة مباشرة، ده كلام مش صحيح. لا مش صحيح، لازم الأسرة تبقى عارفاه. امهاتنا واسرنا الطفل عنده فترة زي ما قال الدكتور رجاء، احنا عندنا فترة من 3 شهور ل6 شهور، دي تأهيل للطفل بعد زراعة. من اول شهر بيبدأ التأهيل، من اول شهر لحد معنا 6 شهور يوصل المريض يوصل للسمع الطبيعي تقريبا بالجهاز القوقعة. دكتور رجائي، بس عندي سؤال ملح عن مضاعفات عمليات زراعة القوقعة كجراحة، هل هناك مضاعفات تجعل من الأسر تتخوف من زراعة القوقعة؟ لا، هي عملية زراعة القوقعة نفسها عملية بسيطة إن شاء الله. هي ممكن يحصل بعض المضاعفات كأي عملية أذن يعني بتحصل، بس احنا كده يعني المريض بيتجهز كويس وبيتجهز بمعامله، بيتجهز بالأثناء العملية بالتعقيم بكده ما بيحصلش مشكلة. وممكن يحصل بعض المشاكل العاديه اللي هو التهابات مثلا في الجرح، ممكن يحصل في الجهاز الداخلي مثلا يحصل مشكله، بس احنا كده كده بنقيم الجهاز اثناء العمليه. بس المريض برضه يحافظ بعد العمليه ان هو يغير على الجرح كويس، يتبع التعليمات، ياخد العلاج مظبوط بعد العمليه، وان هو يتجنب اي وقعه للطفل او اي خبطه للطفل على الراس او او يتخبط او كده، لان دي مشكله عدو القوقعه ان هو يتخبط، لان ممكن تخلي الجهاز الداخلي يفصل. طبعا في حاله حدوث فصل او عطب او عطل للجهاز الداخلي هنضطر نجري ريفيجن او مراجعه للعمليه ونفتح تاني ونصلح الالكترود. تمام. في بعض الاحيان ممكن تحصل خبطه مثلا او يحصل تروما او وات ايفر اللي حصل بالنسبه للطفل، يقفل بعض الالكترودز يعني بعض القنوات في الجهاز الداخلي بتاع القوقعه، تقفل القنوات دي، فممكن او يعني مش تقفل ما تشتغلش بشكل صحيح، فاحنا نضطر ندخل نقفلها وممكن نستخدم بقيه القنوات. لو حصل كومبليت فيلير يعني فشل تام في كل الالكترودز، بوصل طبعا ان انا اعمل ريفيجن للعمليه، اعاده العمليه. واعتقد ان الريفيجن ده النهارده اصبح في معظم العمليات الجراحيه كلمه مقبوله، ان انا ممكن العمليه بتاعتك بعد كام شهر او كام سنه يحصل فيها عطل واخش تاني اعمل ريفيجن، وده بيبقى يعني تقريبا في معظم الحالات اسهل كتير من اول مره، ومش بيتكرر كتير طبعا. لو الاسره ماشيه على التعليمات نسبه حدوثه تعتبر بسيطه جدا. تمام. دكتور رجائي، انا مشكلتي مع ضيوفي الاعزاء زي حضرتك هي الوقت، الوقت داهمني، ورامي عمال يتكلم في التليفون ويقول لي الفقره خلصت وفي فقره بعدها،
فانا خالص الشكر والتقدير لدكتور رجاء يوسف من سعدت بحضرتك وجامعه بني سويف، وان شاء الله نلتقي على خير دايما. اتمنى ان وقت حضرتك يسمح بلقاء جديد متجدد مع حضرتك ومع العلم الغزير ومع المعلومات الكثيفه اللي بتديها لنا للساده المشاهدين، اللي دايما السمع عندهم يؤرقهم ويؤرق اطفالهم، وحضرتك بتدي جرعه مكثفه جدا من علمك الغزير. خالص الشكر والتقدير دكتور رجاء يوسف. العفو خير، وشرف لينا وجودنا مع سعادتك، وان شاء الله يعني مرات جايه ابقى موجودين معاك ان شاء الله. فاصل قصير مع حضراتكم، هنعود مع المنظومه الصحيه في مصر بين الطموحات والتحديات. الضيف هو حضراتكم السادة المشاهدين والمداخلات بتاعتنا، ونتمنى ان شاء الله ما تسيبوناش. فاصل قصير جدا ونعود لحضراتكم.